كان انفجار بيروت مؤلم كتير لكل الفئات الاجتماعية، بس أضر بشكل خاص الفئات الضعيفة مثل النساء والأطفال والعمال المهاجرين واللاجئين واللبنانيين الأكثر فقراً وكبار السن والمعوقين ومجتمع الميم. نقاط الضعف المتوالية يلي بتعاني منها هيدي المجموعات ما بتنبع من العدم، بل بيتم تصنيعها من خلال ممارسات تمييزية بتتداخل عبر الجغرافيا والظروف الاجتماعية والاقتصادية والمتعلقة بالحوكمة، يلي بدورة بتفائم حالات الضعف نقدر نتقدم إذا تبعنا المبادئ التوجيهية السبعة. لازم تكون عملية التعافي شاملة وعادلة، بتتمحور حول الأشخاص وبتعتمد على البيانات. كمان لازم تتاخد احتياجات هيدي الفئات الضعيفة بعين الاعتبار أثناء تحديد ومجابهة الأطر المؤسسية يلي بتميز ضدهم. لازم إنه تنعطى الأولوية لإبقاء السكان والشركات بمحلها، وتكون هيدي العملية وطنية بنطاقة مرتكزة على حقوق الإنسان والمساءلة.